أهلا يا أصدقاء، في هذا الفيديو القصير سنتحدث عن لعبة مونوبولي جو، اللعبة التي اشتهرت في الأيام القليلة الماضية، وسأريكم طريقة ربح دايس أو ما يسمى بحجر نرد، وهي الطريقة الوحيدة المجربة والتي تشتغل في هذه اللعبة. أول شيء نضغط على كلمة فريندز أو أصدقاء، وبعدها نضغط على كونتاكتس ونرسل إرسالية قصيرة إلى أحد الأصدقاء، ثم نقوم بإدخال رقم هاتف الجوال وإرسالية قصيرة ستأتي له برابط اللعبة وتربح 30 نقطة، أو نضغط على كلمة فيسبوك وبذلك ترسل الرابط إلى أحد الأصدقاء. ما عليك إلا إدخال بياناتك وإرسال الرابط.